ولازم اهتم اكتر ان انا شويه نصايح كده بنقولها للامهات ازاي ترفعي من مناعه الطفل. بالظبط ازاي بقى؟ بصي بقى انا بقول لها حتى دايما خطه كده. وكلمنا عن الطفل اللي اقل من سنه والطفل اللي اكتر من سنه. احنا الطفل هقول لها بصي لو انت جايه لي بطفل اقل من سنه اللي هقوله لك ده انت هتعمليه. لو جايه لي بطفل اكبر من سنه اللي هقوله لك ده تعمليه انت لنفسك انت كمان وتعمليه للطفل. حتى بقول لها بديها كده مثال عشان ايه تخش على جوزها بيه تقنعه. تقول له بص احنا هنعمل لازم نبقى مع العيال دي المتشرده دي جرينتا. فهو الكلمه دي بص انت ضحكت ازاي؟ الكلمه دي بتلعب عندنا احنا رجاله في حاجه. جرينتا دي اللي هي احنا عندنا دي كلمه في الكوره كده بس هي معناها ديترمينيشن او المثابره. جرينتا هنحط خطه ان العيال دي نعمل لهم خمس نصايح. ايه الخمس نصايح دول؟ اول حاجه لازم ادي له معلقه عسل في اليوم. لازم ادي له حاجه ريتش بفيتامين سي. وهدي امثله للحاجات دي. لازم ادي له حاجه ريتش بفيتامين دي فيتامين د. لازم ادي له حاجه فيها حديد. لازم اشربه ميه في اليوم. خمس نصايح دول. وتلات حاجات اساسيين. التلات وجبات فطار غدا عشاء لازم. الفطار اهتم بيه قوي بالحاجات اللي فيها دهون لانها بتدي طاقه فبتديني طاقه طول اليوم. عشان كده بنحب البيض الصبح. عشان صفار البيض من احلى الحاجات اللي بتدي فاتس وانرجي. اللانش لازم يبقى فيه كربوهيدرات يعني النشويات والحاجات اللي هي الكرب اللي احنا بنسميها الكرب لان دي بتدي له انرجي انه يقدر يكمل الفانكشنز بتاعت يومه ويبقى اكتف. وبروتين لان ده اكتر وقت جسمه هيبني فيه ويكبر. بالليل اخد حاجه تبقى خفيفه عشان يعرف ينام ديب سليب لان النوم مهم جدا. حاجتين ساعتين يعني خمس نصايح ثلاث حاجات نصيحتين. النصيحتين الاخرانيين دول ان التلفزيون والموبايل والسوشيال ميديا وكل الحاجات اللي احنا بنهلك فيها عنا تبقى ساعتين في اليوم. طب نبعد عن ايه مثلا في العشاء عشان يقدر ينام نوم كويس؟ نبعد عن ايه؟ هي دي فعلا دي اخر نصيحه فيهم. زيرو سويتس بالليل. عامة السكريات بتدي انرجي بتدي سوري بيبقى مهايبر كده شويه. هايبر بتزود الثروت بتزود ادوار الحلق الرعاية بتاعت الحلق لان السكريات ساعات بتكون هنا غذاء للبكتيريا الحميده فتتحول عندي ان تعمل لي امراض. فده غلط جدا يعني اقول لها بصي خلاص ابنك بياكل حلويات وانت بتدي له حاجات فيها سويتس اوعي الساعتين اللي قبل النوم. ممنوع. يا ريت لو جدع ان يبقى اتليست مره مرتين في الاسبوع ماكسيمم. بس خلاص اديتيله يبقى مش قبل النوم خالص. زيرو سويتس قبل النوم. لازم. طب انا دلوقتي الام بتيجي تقول لي طب انا عايز اعمل له الاكل يبقى حلو ايه اللي هديه له فيه فيتامين سي؟ كيوي ممتاز. برتقال ممتازه. برتقال ممتاز ده فيتامين سي. طب عايز اديله حاجه فيها فيتامين دي؟ البيض اساسي. والحاجات منتجات الاسماك ممتازه. عايز اديله حديد. لازم في الاسبوع مرتين لثلاثه لحمه حمراء. ومره كل 10 ايام كبده. ده اساسي عشان الحديد. سبانخ الجرجير. لازم كل يوم ياكل خضار. الفلفل الملون والسبانخ والخضروات الخضراء ممتازه في الحديد. بس مش كافيه بدون اللحوم والكبد.